احتقرها لكونها عاملة نظافة، وبعد سنوات صدم ليرى ما هي عليه الآن. الطبيب الوسيم والناجح في عمله والطائش في كل تصرفاته، والذي تبدو عليه آثار ذلك جيدا، حيث تحيط به الآلاف من النساء، ولكن نظره وقع على عاملة نظافة حيث اعتبرها فرصة رائعة للفوز بها. فيوليتا فتاة في 18 من عمرها، قدمت للعمل في المستشفى الرئيسي للمدينة، ذات عيون عسلية وبشرة سمراء تشع جمالا وبهاء. مهمتها الأولى في العمل هي تنظيف قاعة الحضور ورؤية حب حياتها. يا فتاة، من هناك آخر يعمل معك؟ أريد التحقق من ذلك، هل يمكنك أن تخبريني؟ إنه الوسيم الدكتور كارمونا. أخذت تفكر في الأمر مرتين قبل الإجابة على سؤاله. أخذ ينظر إليها بابتسامة ملؤها الإعجاب والسرور، والتي بددت كل توتره كأنه رأى زهرة متفتحة أمامه. هل قدمت حديثا إلى المستشفى؟ نعم، هذا أول يوم لدي. ما اسمك؟ أنا فيوليتا. مرحبا بك فيوليتا، أنا الدكتور كارمونا. تبدو على فيوليتا ملامح البهجة للتعرف عليه، وهي تواصل يومها الأول كعاملة نظافة، حيث أن الدكتور كارمونا يشتغل بإقامة مؤقتة، وليس لديه أي شغف بعاملة النظافة على ما يبدو، لكن فيوليتا اعتبرته شخصا جذابا، وتنتظر دائما الوقت الذي ستقوم فيه بتنظيف قاعة الحضور لرؤية حبها الأفلاطوني. الدكتور كارمونا يعرف جيدا كيف يجذب حب فيوليتا إليه، وينتظر الوقت الذي تأتي فيه لتنظيف قاعة الحضور ليكونا بمفرديهما، ليقوم بالتقرب منها ولمس يدها، حيث يخبرها بأنها من أكثر النساء الجذابات بالمستشفى. بينما فيوليتا أحست بنبضات قلبها تصل إلى 1000 نبضة، وعيناها تلمعان كصفاء السماء، وهو يربت على كفيها ويصفها بالأفضل بالنسبة إليه. وفي هذا اليوم قرر الدكتور كارمونا دعوة فيوليتا للخروج للرقص، وهو الأمر الذي أفرحها كثيرا، وأحست بأن فقيرة مثلها فازت بالدكتور الوسيم صاحب العينين العسليتين الساحرتين. وعندما خرجت من المستشفى اتجهت عند صديقتها المقربة لتستعين بها لتجهزها وكيف ستقوم بتحضير نفسها للقائه، ولكي تكون في أبهى حلة عند لقاء الدكتور الوسيم، وهي تتخيل كيف سيأخذ يديها كفتاة جميلة جذابة. ركبا السيارة وذهبا للعشاء في مطعم رائع بالمدينة، وبعدها اتجها نحو الملهى الليلي للرقص والرقص والرقص، والدكتور كارمونا يقترب منها ويقبلها بشغف ونشوة، حيث أحست بسرور وكأنها أميرة، بينما الدكتور كارمونا يقضي وقتا مميزا برفقتها والرقص معها. بعدها فر إلى مكان قريب في منطقة فيوليتا، وهي تشعر بالأمان والسرور وغير مصدقة الحلم الذي تعيشه واللحظات الجميلة، وهي في غاية الفرحة والولع بالعشق. انظري حبيبتي، أنت من أحبها وأعشقها، وأريد أن أمضي معها لحظات جميلة ليست كباقي اللحظات التي يقضيها بقية العشاق. أريد أن أنسى معك عناء العمل وحياة المستشفى، فاليوم ليس لدينا أي شيء من هذا على الإطلاق. عندما أنهى الدكتور حديثه أحست فيوليتا بالعديد من الأشياء الرائعة والمبهجة في كلامه، لكن من ناحية أخرى أصابها الإحباط عند تذكرها مكانتها أمام العالم. وفي اليوم الموالي وعند توجه فيوليتا لتنظيف قاعة الحضور، قام الدكتور كارمونا بعمل شيء ملفت لها بالقاعة، وهي وضعه علبة شوكولاتة، وهو الشيء الذي أثار انتباه الفتاة وأفرحها كثيرا، ورفع من معنوياتها لتكمل يومها بالعمل متفائلة نظيرا لما قدمه حبيبها. وفي ساعة الغذاء قدم للمكان الشاب الجذاب الوسيم المدعو أدريان، يتطلع بفيوليتا بابتسامة بريئة، فيدعو فيوليتا لتناول بعض الطعام، حيث عرض عليها صداقته، وهي بالمقابل لم تمتنع لكونها رأت حبيبها برفقة طبيبة نسائية يغادران مع بعضهما البعض. تأزمت فيوليتا وأحست بالإحباط، وظل التفكير السلبي يراودها فيما رأت، حيث أن صديقتها المقربة لاحظت عليها الأمر، لكنها أخفت عليها السبب مكتفية بقول أن لديها مشكلا عائليا. ظل الدكتور ينتظرها كعادته بمكان قريب من المستشفى كي يوصلها إلى بيتها، لكنها أثارت النقاش معه حول مغادرته مع الدكتورة وتسأل عن نوع العلاقة بينهما. أعلم أنك تريدين أن أكون معك وفقط، ولا يوجد أي شيء مما أنت تظنين، هي مجرد صديقة بالعمل لسنوات وليس بيننا أي شيء، وأنت لا تثقين بي، ويمكنني أن أذهب إليها للمستشفى وأخبرها بكل شيء أمامك حتى ننهي تماما هذا الأمر. فيوليتا لا ترغب بالانفصال عن الرجل الذي تحبه، وتحاول التمسك به قدر الإمكان والقبول بكل شروط العلاقة،
وفي اليوم الموالي التقت فيوليتا أدريانا الذي يحمل لها أخبارا جميلة وعرضا رائعا سيغير من حياتها وهي تكملة دراستها، حيث سيساعدها على ذلك لتصل لأعلى الدرجات. وبالفعل هذا ما حصل، حيث بدأت فيوليتا متابعة دراستها بالتمريض في آخر كل أسبوع برفقة أدريانا الذي يساعدها في كل الأمور المتعلقة بمجال الدراسة. بدأ الدكتور كارمونا يحس بأن فيوليتا تقضي وقتا أطول مع ذلك الشاب بعيدا عنه، الشيء الذي جعله يشعر بالقلق إزاء الوضع، بينما الشاب مسرور للغاية بهذه الرفقة، حيث يدعوها وككل مرة لتناول فنجان القهوة، الشيء الذي أزعجه وجعله يكشر عن أنيابه. كيف تقوم بدعوتها لشرب فنجان قهوة؟ إنها حبيبتي أنا. اسمع دكتور، إنها صديقتي ولا أظن أنها تخصك في شيء. غضب الدكتور وأخذ يراجع نفسه ويقاوم تفكيره. إنها مجرد عاملة نظافة، والفرق بيننا شاسع ولا تليق بي، ولا يمكنني أن أكون معها. من تليق بي حقا هي الدكتورة النسائية، فهي من مستواي ويمكننا التفاهم مع بعضنا البعض، وليس تلك المنظفة، وهذا ما يجب أن تعلمه. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تعلميها وأن تري جيدا الفرق بيننا، فأنت مجرد عاملة نظافة لا غير، ومن ستكون حبيبتي حقا وتستحق ذلك هي الدكتورة النسائية. تأثرت فيوليتا كثيرا ودمعت، كل ملامحها لهذه الحقيقة الصعبة والاحتقاره لها والتقليل من قيمتها. لكن بعدها ندم الدكتور لما قاله في حقها وحاول تصليح الوضع معها، وأخذ ينتظرها أمام المستشفى وككل مرة من أجل الاعتذار منها، لكنها لم تأتي، وككل مرة بل ذهبت بالتاكسي حزينة كئيبة إلى منزلها. وعند وصولها ليلا حضرت فرقة موسيقية تحت منزلها تعزف على أوتار الاعتذار، ونظرت من خلف النافذة وعادت أدراجها لسريرها لتستعيد كل ما حصل في حقها وبتفضيل الدكتورة عنها من طرف حبيبها. في اليوم الموالي قررت فيوليتا الذهاب لتغيير مكانها والابتعاد قدر الإمكان عن رؤيته، وبعد وقت قصير من ذلك وبينما هي جالسة تتناول الأكل بكافيتيريا المستشفى أحس قلبها بشعور غريب لكنه كان صادقا. الدكتور كارمونا طلب من حبيبته الارتباط به إلى الأبد وأن تكون زوجة له مدى الحياة، تحت بهجة وسرور وتصفيق الحاضرين من زملائهم لهذا الارتباط. بينما فيوليتا صدمت لهذا المنظر وغرورقت عيناها دموعا تتساءل كيف للرجل الذي وعدها أن يفعل هذا، كيف له أن يتخلى عنها بهذه البساطة وأن يختار طريقه مع أخرى تحت حضور ومباركة كافة الأطباء الزملاء. وبعد ذلك جاء تخرج فيوليتا وأدريان وحصل على الدرجة الممتازة، أهلتهما للعمل بنفس المستشفى، بينما الدكتور كارمونا وزوجته هاجرا إلى الخارج لاستكمال مسيرتهما العملية. وبعد فترة استطاعت فيوليتا أن تبدأ عملها بشكل رسمي كطبيبة عامة بنفس المستشفى الذي كانت تعمل به، والحصول بعدها على درجات عليا في مجالها، وأصبحت تتمتع بمكانة مرموقة وعالية في المستشفى ومحل احترام وتقدير من كل الزملاء. وبعد فترة من الدراسة والاجتهاد استطاعت أن تتم تخصصها في مجال الإنكولوجيا وتأخذ بذلك مكانها في المستشفى لتعمل في ذات التخصص، حيث كان المسؤول بقسم الإنكولوجيا رئيسا لها في عملها، يوجهها ويساندها في كل ما تحتاجه للتفوق في عملها باحترافية عالية. وبعد مضي الوقت أصبحت مديرة رئيسية للمستشفى، وذلك لاجتهادها وكدها في العمل، فكانت مفاجأة رائعة بالنسبة إليها تقاسمتها مع أقرب الناس إليها. وبعد مدة من توليها المنصب وصلت اجتهادها لتصل لأعلى المراتب التي كانت تطمح إليها، فكانت نصيبها هذه المرة أن تكون محاضرة بالجامعة، حيث حصلت على هذه الدرجة نظير تفوقها بالمجال الطبي وسمعتها وتعاملها بالمستشفى. ولقد تم الاتفاق على عقد العمل هذا لبداية مشوارها العملي الجديد ولبداية حياة جديدة، حيث كان اللقاء بمفاجأة أخرى لم تكن تتوقعها، وهي حضور شخص لمكتبها لم تسمع عنه أخبارا منذ سنوات، وهو الدكتور كارمونا. كانت جالسة على مكتبها تستقبل طلبات العمل، حيث كان الدكتور كارمونا من بين الأشخاص الذين أتوا لمقابلتها، ولكنه صدم عندما رأها. ما الذي أراه هنا؟ ماذا يحدث؟ هذه عاملة النظافة أصبحت المديرة العامة للمستشفى وهي تضع أرجلا فوق الأخرى بكل عزم وثقة في النفس. مرت كل الذكريات الماضية أمام عينيها وعينيه، كيف قدمت لأول مرة للمستشفى لتطلب العمل، وكيف كان هو ذلك الوسيم المفعم بالشباب والحيوية والأنفة، وكيف أصبحت الآن مختصة بمجال الإنكولوجيا بعدما كسر قلبها. من فضلكم لا أريد استقبال أي أحد الآن،
لا أريد استقبال أي طلبات للمساعدة، فهذا ليس مركزا للمساعدة الاجتماعية. الدكتور كارمونا أعاد تشغيل رقمه، وككل نهاية أسبوع للخروج واللهو من جديد، بينما فيوليتا تتخيل موافقتها الخروج معه للرقص وتقبيلها بكل شغف ونشوة كما حصل سابقا. وأخيرا تمت تنقية المقبولين بالعمل، وكان من بين المقبولين الدكتور كارمونا، فطار فرحا بذلك لأنه أخيرا سوف يعود لحب حياته القديم ويستطيع بذلك كسب قلبها مرة أخرى. وفي اليوم الموالي تلقت فيوليتا باقة ورد جميلة تعبر عن جمالها ورقتها وعن الاعتذار، ولكنها لم توافق هذه المرة على كارمونا لأنها لم تنسى أبدا ما فعله بها بالماضي. وفي نهاية السنة أقيم حفل بالمستشفى على نغمات المشروب والورود التي جهزها الدكتور كارمونا، ومعه خاتم الزواج، وهو مسرور للغاية بهذا التصرف، حيث أخذ الميكروفون وتوجه للمنصة أمام كافة الحضور من زملاء العمل قائلا: مرحبا بك حبيبتي فيوليتا، لا أدري كيف يمكنني أن أعبر عن مشاعري تجاهك. فيوليتا تبتسم وكأول مرة وتأخذ الميكروفون لترد عليه: دكتور كارمونا، في يوم من الأيام جرح قلبي لأنني كنت عاملة نظافة ولم أكن أناسبك، لكن اليوم أنا أخصائية ومستواي عال ولا يمكنني القبول بما لا يناسبني. يستحقني من ساعدني، من أخذ بيدي. وتنظر باتجاه رجل جالس مع العموم وهو المسؤول العام للأطباء، إنه الدكتور أدريان رايس، ذلك الشاب الوسيم البسيط الذي ساعدها لاستكمال مسيرتها في اليوم من الأيام حينما كانت عاملة نظافة. وهنا صفق الجميع لهما وتمنوا لهما السعادة، بينما بقي الدكتور كارمونا يائسا محبطا ونادما على كل ما فعل في السابق. ما رأيكم بالقصة؟ شاركونا بآرائكم من خلال التعليقات واللايكات والاشتراك بقناتنا تشجيعا لنا بالمزيد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات.